السلام عليكم. بغيت نعاود لكم القصه ديالي اشنو وقع ليا. هذه واحد السيده ساكنه في الموبل اللي اونفاس معايا انايا، ناقشت هي والاخت ديالي على قبل السانديك حيت الوالده شرات في الطروازيام وعطاوها المكتب ديال المشروع، عطاوها السانديك فين غادي تبرك بمخرج لا ساروت. هي في الاول كانت في الاول عندها علاقه مزيانه معاهم، كانت باغاهم، هي اللي طلعت وهي اللي هبطات. ملي وقع واحد النزاع حبسوا معاها، يعني كل واحد يشد تيقارو. هي بحال ما عجبهاش الحال، ولات كتقلب ليهم على المشاكل باي طريقه، ولات فما كدور اختي، فما كتجي بالليل او كتجي، المهم فما كتجي او تكون او نكون نقاش، كتدق عليهم ديما، كتدق عليهم تقول لهم راه موبل راه تجمع، وكيعيطوا راجلي، راجله شايفور ديال رموك. قالوا ليها راه كيعيطوا راجلي، كيبرزطوا، كيقولوا لي هذيك السيده اللي سكنتو خرجوها، راه كدير المشاكل وكدير الموسيقى. واحد الليله باركين احنا في الدار مجموعين كاملين كنتعشاو الجيران وكلشي، صيفطت بنتها الصغيره عند الوالده قالت لها تكلمي البابا، قالت لها انا نقص، انا قلت لها قولي هبط عندها، اللي عنده شي مشكل هبط عندها لتحت، ما عندهاش تهبط. فعلا طلعت الوالده قال لها راه الجيران عيطوا عليا ورا بنتك هكدير وهكدير. قلت لها هذا شكون اللي قال؟ قال لها الجيران. الغد لي اختي عيطت على الجيران كاملين، هبطاتهم قالت لي ما شنو المشكل شنو، قال لها حتى حاجه ما كاينه. يعني ملي هبطوا واجهوها قالوا لها هاد الهضره ملي كتجي بدا مابقيتش ديري السبابين، الا عيلك على هاد الناس سيري عندهم، ما عندكش علاش تجبدينا حنايا. هذا هو النقاش اللي تناقشوا. ملي واجهوها، ملي بحال كتواجه هي ما عجبهاش الحال، طلعت جابت جنويه وعصا باغا تضارب مع اختي. جيت انا ما كنتش كنت في الخدمه، جيت كنجري، بغيتي هاد المشاكل تي ما بغيتيش تكالماي، ما بغيتيش تدخلي سوق راك تسدي عليك بابك، واش باغا تحكمي في الشارع؟ سدي عليك بابك والعيب عليك، الا كان شي صداع وكان شي صداع داكشي غيتجمعوا الجيران كاملين وغيدقوا. قلت لك ملي جات ليها بحال هكا جبدت عليها بهذا، ملي جات بالجنويه والعصا صافي اختي ما لقات باش شيرت يديها، وين شيرت عليها بقرعه، شيرت عليها بقرعه ديال الماء. انا شديت اختي الجيران، شدوا وحده كتشد في الاخرى، كنقول لها سيري في حالك سيري في حالك، شويه تصدع الجيبه جنويه وعصا. طلعت في حالاتها، طلعت في حالاتها لدارها، سدت عليها قالت لينا والله تنجيب لكم خويا خوتي غنبركم لكم في الدروج على التصاره ديالكم. انا قلت لاختي سيري ديري ديكلاراسيون، مشات اختي دارت ديكلاراسيون عند الجدارميه بانه كتهدى. حنا درنا ديكلاراسيون على قبل خوتها حيت عرفنا مش ماكريه، درنا ديكلاراسيون، عيطوا على الجدارميه قالوا لها شنو كاين شنو كاين. هي دارت الانكار بالجنويه والعصبي مره، دخلوا الجيران، جمعوا الجيران كاملين، قلنا هاد الصداع نتوما جيران غتولوا جيران غتشرو حدا بعضياتكم. دخلوا بيناتهم قلت لهم شوفوا غدير وحده غدير التزام والاخرى غدير التنازل، هذاك اتفقنا على هادشي، اتفقنا نديروا التنازل وهي غدير التزام. الغد لي كذلك انا خارجه مع الصباح وهي تفل عليا من الشرجم، بركت عليا فما ما جاب تينا، كانت تخاصمنا انا وهي حتى ما عنديش علاقه بها، انا هي مناقشه مع اختي وهي باغا تخشيني انا صحه وباغا دير الهجوم، وانا ما عجبش علينا جيب بغيت غندخل بخيط ابيض. ما علينا، ملي بدات كتعير جاو الجيران قلنا واش نتوما تسطيتو داكشي، عيطت اختي مشات عندهم قالت لي ما شنو كاين شنو كاين شنو كاين، عيطوا عليها قال لها اختي تي بغيتيش تحشمي ما بغيتيش تكالمي مالك على الجهد ديالك. صافي بقاو بحكوك عاوتاني تجمعوا الجيران، دخلت انا دخلت عند لجودان قلت لي الله يرحم باك الا ما صافي تفوض الغضب وغنديروا التنازل، اتفقنا غنديروا التنازل. ناتشي صداع برا، العيالات الغوت، الجيران الغوت، الصداع صافي. خرج لجودان قالنا حيدوا عنا الصداع سيروا في حالاتكم، اتفقنا على نهار الاربعاء الخميس غنديروا التنازل في العشيه. الخميس مشيت الخدمه مع الصباح خدمت، جيت مع الجوج دخلت لداري طيبت الغدا لبنتي من المدرسه، طيبت الغدا لبنتي يلا كنتغدى انا وياها. قالوا كاينه العافيه حيت انا اللي مكلفه هنا بالشعبي، انا اللي زعما عضوه في الجمعيه، كتكون شي مناسبه كتكون شي حاجه كنتدخل هنا، كانت شي موت كنتدخل هنايا باش هاد الجيران كاملين،
كيكون شي حاجه عضوه معاهم في الجمعيه. قالوا كاين العافيه خرجت نجري، خرجت نجري فعلا الموبل اللي انفص مع الموبل ديالي طالع واحد شويه العافيه، درت كنجري قلت لك كانت العافيه نهايه البومبيه. ملي درت كنعيط والجيران والجيران واش كاين شي عافيه، طلعوا شي دراري وشي عيالات قالوا لنا اختي راه كاين العافيه لو راه غير بونجه دينا في كرطونه مشاعلين فيها العافيه. الرجعه اللي راجعه انا وجارتي، راجعه انا وجارتي، انا جيت في حالتي ها هو ندير الحبل انا عاد الشرجم ديالي صافي. دخلنا في حالتي غندخل في حالتي، قلت غندخل معايا الحوايج وغندخل في حالتي. جاتني النتفه من اللور قالت لي اجي حاشاك ما نخص الهضره، اجي جبت لك اللي غترب، باقا ما كملش داك اللي غترباي جبد عليا بكروشي الوجه النيفي دوخ لي ما قلتش على راسي. جوج همايا جوج دراري جوج خوت، المهم واحد خوها والاخر ما عرفتوش، المهم خوها عرفتو هذاك حيت ديجا كان دار اسبوع هنا وبقيت شفتو صافي. المهم بجوج شلضوني بجوج كيضربوني غير من الراس لوجهي وراسي كبوطيات وقبضه ديال الجنويه للراس. حاضره ليا بنتي بالقبضه ديال الجنويه، كيدوروني منا كيقولوا لي حنا المهم كيخص الهضره حنا فاعلين، ما انا معدش الرجال، ما انا معدش الرجال. كنقول له خويا شكون ما عرفتكش، كنقول لي راعي ليا لبنتي، وهو كيدخل ليا وكيدخل ليا كيدخل ليا. هزاني ما عقلتش على راسي، هز ليا راسي، هز ليا راسي بحال هكا قال لي شاف وهي كطل من الشرجم، حيت هي انا ما غاديش انا ما حيت ما عنديش العداوه مع الناس وباش هاد الجيران وباش هاد حد السوالم كامله، ما عنديش العداوه مع الجيران وما عنديش نهائيا لا ما عنديش غنتخاصم مع شي حد اخر. حيت هي تناقشتنا الاثنين الخميس ضربت انايا، هي اصلا حالفه ما علينا. ملي بداو كيشلخوا فيا بحال هكايا هي كطل منشب، حيت هي الوحيده اين فوق كتكون شي مضاربه، كتكون شي حاجه كتخرج هي الاولى، هي الاولى وسط المجمع، لدرجه كانت حامله بالتوام ومات واحد السيد حدانا وخرجت هي الاولى. حيت انا كندير الاسعافات الاوليه جوسي انفيرميير، كندير الاسعافات الاولي سير كندير في الاسعافات الاول، ودخلت عليا وتخلعت كنقول لها خرجي ندويش معاك، هادشي انت حامله وخصك تشوفيه. هي كطل من الشرجم بكل قوايا، كطل من الشرجم خرج راسها من الشرجم وايديها وهز لي راسي بحال كويه ومجغجغ بالدم وكيضرب فيه كيقول لي طلبي منا السماحه، طلبي من السماحه. هزيت راسي قلت لها ان الله غفور رحيم وربي كبير، وجبد عليا بالقبله ديال الراس دوخني طحت جبت طحت على التروطوار. بنتي اللي مسكينه كتغوت حتى واحد ما قد يفك الدنيا، تبوقت بنادم وهازين جوج جناوه و22 كيصرفق فيا بها بحال كل عنق كيعادو بالعنق. ما ضربونيش لتحت، ضربني غير راسي ووجهي. كيقول لي ملي قرب قطع ليه العصب ديال رجليه حتى واحد ما قدر، يعني جوج جناوه وجوج راه حتى واحد ما يقدر يفك. بنتي مسكينه اللي كتلاوح من هنا كتغوت تقول يا ماما هادشي اللي عقلت عليه، عقلت راسي في السبيطار ناعسه في السبيطار، هادشي اللي عقلت عليه صافي.